الخبر اول عدنا على لايف ساره واللي صارت تبكي، اما اللي صار سبب فساره نزلت على سبب الانستغرام شويه ستوريات، وهذه الستوريات تطلبيها من المتابعين اللي يقولوا لهم وين حابين يشوفوها صوره او فيديو، فواحد من المتابعين طلب منها تشوفوها هي قاعده تبكي، فهي حطت هذا الفيديو كانت كاتبه عليه يس انا كثير ببكي وكثير بصور وانا ببكي، وطبعا هذا الفيديو هو كان بيه صوت هي قاعده تبكي، راح احط لكم الصوت احط لكم الفيديو شوفوه. الخبر الثاني عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر عدنا هي أم سيف، فأم سيف نزلت على قناتها باليوتيوب هذا المقطع وبهذا المقطع كان عنوان نهاية أم سيف، من مختصر فكرة المقطع واللي هو عبارة عن نكتة وشي يضحك، بحيث أن أم سيف اللي هي محتواها ببجي تقول هي ما تطلع أيديها بالفيديو، اللي هي ما تلعب بأيدها بينما هي تلعب برجلها، ولكن واضح أنه فوتوشوب، وفكرة المقطع واستغلال عنوان عمود المشاهدات، فاكتبوا لنا أحبابي بالكومنتات شو رأيكم بهذا الخبر، شو رأيكم بالمقطع اللي شفتوه هل عجبكم ولا؟ أما اليوتيوبر الثاني عدنا فهو عمار، والمقطع اللي نزل على قناته باليوتيوب واللي هو فعليا كان عبارة عن صدمة، فروح شوفوا المقطع وروح شوفوا الصدمة اللي جات بالمقطع، وهذا المقطع كشفنا به هواي حقائق أول مرة نحكي بها بالسوشيال ميديا، ربطكم رابط مقطع بالوصفة من الكل اللي راح يدخل على المقطع ويفجر مقطع لايكات عم يوصل 50,000 مشترك ويرجع لنا الاقرب باسرع وقت. الخبر الثالث اللي عدنا عن المتابعين كشفهم حقيقة فوفا نابولي وفاهم الاسم الله من الكومنتات اللي عدهم، اما اللي سعى سبب فصراحة ما ادري، ولكن هاي المتابعين يتوقعون انه هل ممكن وسامتك تكون ملحد، ولكن صراحة ما اتوقع هذا الشيء، وكل اشخاص يقولون ممكن هو خفاها او يوقف شي حادث الاشخاص بالتعليقات يستغلون اسم الله عمود اللايكات، اما بالنسبة للدليل نسخة خمطة نزلوا ونزل بها التعليقات ونكتب اسم الله بعد راح كلمة ثلاثة ثواني عم ادفع تعليق وتعليق الاشخاص لقوا ورايا، بعد ما هم زين روح غير حساب عم اشوف هل التعليق راح يطلع للناس او لا، بعد ما غير الناس هم زين بها التعليقات ورحنا على كلمة ثلاثة ثواني راح نشوف انه التعليق ما ضرر وانما هذول التعليقات الثانية ظاهرة، فاكتبوا لنا احبابي بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر وحركة اخفاء اسم الله من الكومنتات اللي عنده وش انتم تخون السبب. الخبر الرابع اللي عدنا عن غيث مروان واستهزاء بنور ستار، غيث مروان نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب وبهذا المقطع قصف بيه نور ستار ثلاث مرات بالفيديو، اول مره صار بيحكي بيه على برج الجوزاء واللي هو توقع برج نور ستار، طب تقول عليه مش حقيقيين من هذا الكلام، بنفس الوقت صار يقول انه هو قناه الجيمنج بالوصف روحوا اشتركوا بيها، مو مثل بعض الاشخاص اللي يقصد بيها نور ستار، انه ما عندها قناه جيمنج واللي هو طبعا يدافع عن نارين بيوتي اللي هو يتوقع ان هي اساسا حبيبته وهم يحبون بعض، فهذا هو يدافع عنها كلها احط لكم هذه اللقطات. شوف والله عندك نفسيه شو برجو؟ اكيد الجوزاء. لا القوس حلو، قوس فنان، بس الجوزاء شايفين حالهم لانهم مش حقيقيين. يا اخي انتوا عم تلعبوا ونحن بدنا نطلع بالسياره، خلصني طلاله ورا. سكر وتضيفوني على القناه الجديده اللي هي غيث جيمنج. نزل فيديوهات الاول عليها. اوكي شوف فكرني مثل بعض عالم بيقولوا انه عندهم قناه جيمنج وما بينزلوا شيء. هذا تسال شوف شعطاك شوف شعطاك كرة اورنج اورنج اعطانا والله فهم السيستم ايه انت بتعرف مشاهير السوشيال ميديا رمضان الجاي ان شاء الله غيث مع اولاده بتلاقوه اساسا من العروس واقف ورا الباب الخبر الخامس اللي عدنا عن تهجم متابعين قمر مار على بيسان اسماعيل بس ما سمعت انه بيسان اسماعيل نزلت على حسابها بالانستغرام ستوري قالت تهجم بيه على قمر مار لكن حذفت هذا الستوري بعد دقائق بسيطه وهي من الكومنتات صارت تجيها بالانجليزي اللي هو مكتوب عليه قمر مار وانه بيسان نزلتها وسبت عليهم من هذا الكلام صراحه ما ادري شنو صحيحه هذا الخبر هو حقيقه ولا كذب انا صراحه ما شفت الستوري بعيني فتتوقع انه بيسان خفت من التهجم في هذا حذفت الستوري باسرع وقت واكتبوا لنا حبايب بالكومنتات اللي شاف الستوري واكتبوا لنا شو رايكم بالتهجم تعرضت لها تستحقها او لا وبس وانا وصلت المقطع حبايب المقطع بالوصف روحوا شوفوا المقطع خرافي مال نزل بقناه عمار وبس جانكم فيز زي ما قلت من القصص ومع السلامه.